بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أبو عبيدة بن الجراح، أبو عبيدة بن الجراح عامر بن عبد الله بن الجراح مقعيس واسدة، لكن هو آدي أقو مقع ديري هاي أبو عبيدة، لكن مقعيس وعامر ابن عبد الله ابن الجراح. النبي ويري صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين، ومضى بوحي لهذا هاي من أمينة ولا آمنه، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، ومضى كذا أمين كالآمن أبو عبيدة، ومقع عاد يدعو لص إيو بوس كان وصل الرأي إيقاف بني آدم لدجيوه اللي يراد أمة محمد بأكملها لقصوا بالله بوقتي رسالة ده. إلى آخر قيامه لقى قاره ومدن محمد يدا انت اي جرتبا ديرنا اي دونتو منك امين كيدا وابو عبيده ومعركتي مقع ماشي وصل رئيسي الى جاروي عده تيرين والنبي صلى الله عليه وسلم مقع سيدي وكيمد يا ابو عبيده وحكم مطيستي وحا انه ابي حدونا باذن الله سبحانه وتعالى. كان وضيء الوجه بهي الطلعه، نمحو أها أبو عبيدة وجيس وإفهيو بهي الطلعة وجي قرحصا نحيل الجسم نلوبا طويل القامة دير خفيف العارضين تنتان وحجرة عن اللهين. طبعا العربي هدي اللي يقول هذا خفيف العارضين وحال ولدي إذا أملس الوجه وح تنقو ما لها ينقرك إيه ما بلها ينبقى. ترتاح العين لمرآه إن لها لله راع ولا فيريو إيش أكون راح يسنجستي، وتأنس النفس للقياه نفسدنا كل مكيسي وهي شنجستي، ويطمئن إليه الفؤاد قلبيا وأكحس إليه. وكان إلى ذلك تاوح أهلية رقيق الحاشية مد للا صاحبه ومد طبعه صاحب كني ماذا له بمعنى لطيف الصحبة ناعم الصحبة من صاحب كني ماذا يسأل وانك سنتهي ولو ذي كرد ضوضنا له بوها جم التواضع اسلو لك بضن له وان اسلس سرين وقبوين يكبر يفاجرتن كجرين شديد الحياء آد حشود بلن، لكنه هسأهته إذا كان وكان إذا حزب الأمر هدي أمر كأودعه وحالت ضره اعتماده دقال سويره وديد أي جارته وحوءها وجد الجد ضبطنا لجاره يغدو وحوءها كي مركه دقاق كأنه الليث عادي محبد مودا لباح وير رجالي بعد مودا من كان لتلمامي آدي أد بعسن آدنا أمعان آدنا التواضع بضن حشاط كبضن وقف آدي أد إسكا بسهلا وان لب بضنين والله ولي كره عن علي سهين، لكن مركي بهاشو إيجارته جهاد لشيغه على ضب أي نقطه وحوقها نباح سوق مكة وير الجليو كذا. وأنا قفك مو من كأ مال الآن تدق لغة بهنين قفك إنه وبود بودا معه مركة دبتو إيجارتنا إن لو أيوة ماله كب حي مرق في سي ماله مرا إن لو أيوة معه حال ربع مركة قفك مو من كأ إنه ساق ميزان له قف ساق ميزان إنه نقطه، فهو يشبه نصل الصيفي سيفت أف كذا
ayuu u eg yahay rawnaqa mabahaa'an, qurux i markay taagan tahay i ifitaan. Wayaxkiihi xiddatan wamadaa'a, seeftuuna shabahaa, markay taagan tahay af isay wax u goynayso u gudbayso. Yacni macna waa maxay? Waana ninkaa saa u mac markay akhlaaq iyo dabci ay taagan tahay saa u dabacsan wey. Laakiin seeftu wuxuu kaloo ka shabahaa seeftu markay af leedahay say wax u goynayso oo kale. Nin bimacnaa hadal shayga meeshiisa dhiga, garta kala gooya, go'aankiisu aanu labalaba aanu soo gelin, nin saasuu ahaa. Dalikum ninkiina aanu sheekadiisa aanu maanta dhan aanu sheegaynay, huwa amiinu ummati Muxammadin Caamir bni Cabdillaahi bni Aljaraax Alfihriyi Alqurashiyi Almukanna biabi Cubayda. Waa ninkaa ummatu Muxammad amiinkeedii ah, Caamir bni Cabdillaahi bni Aljaraaxna la dhihi jiray, Alfihrina xaggaana reer Fihri ahaa, Qurashi ahaa, kunyadiisuna ahayd Abu Cubayda la dhihi jiray. Waa isagii ninka maanta hadda aan tixinnoon lahayn sifada buli, sifada buli waa ninka. Nacatahu Cabdullaahi bnu Cumara radi allahu canhuma faqaal, Cabdullaahi bnu Cumar baa sifeeyey oo inooga warramo yidhi Abu Cubayda aan idin sifeeyo, Abu Cubayda muxuu ahaa? Faqaala wuxuu yidhi thalaathatu min Qurayshin, saddex reer Qurayshi, asbaxuu annaasi wujuuhan, saddex nin buu yidhi oo reer Quraysh, ilaan Abu Cubayda Qurayshi buu ahaa sooma, saddex nin oo Quraysh ka mid a, asbaxu annaasi wujuuhan, waa dadka ugu weji quruxsan buu yidhi, wa axsanuha akhlaaqan, uguna akhlaaq wanaagsan, wa ahbatuha xayaa'an, uguna xishood badan, in xadathuuk hadday ku warramaana, lam yakdibuuk been kuuma sheegayaan, wa in xadathtahum haddaad war u sheegtidna, lam yukadibuuk ugu beenin mayaan. Saddexdaa waa kuwa kow Abubakar ibn Asidiiq, laba Cuhmaan ibn Cafaan, saddex Abu Cubayda ibn Jaraax. Abu Cubayda marka wuxuu ku jiraa saddexdan oo tilmaama Cabdullaahi ibn Cumar uu yidhi saddex ninba sheekadooda iga qabso, hadday qurux tahay, hadday akhlaaq tahay, hadday xishood tahay, haddii ay tahay markay war kuu sheegaan been ma yaqaanaan, hadalaa tirina kuwa beeninayaan. Dabcan akhlaaqdan hadda uu Cabdullaahi ibn Cumar uu ka sheegay saddexdan nin waxnaba wax Ilaahay u bixiyo, kulli isaga Ilaah baa bixiya, laakiin waxaa ku jira wax muktasab ah. Muktasabka waxaa ka mid a mathalan hadda quruxda Ilaah baa bixiya, akhlaaqda wanaagsan Ilaah baa bixiya, xishoodka iyo sirriigta iyo qofka inuu anshax yeesho Ilaah baa bixiya, laakiin qofka inuusan been sheegin iyadoo Ilaahay u bixiyo haddana waa la kasbadaa. Yacni qofku waa inuu isbaro oo tagyiir sameeyo carabkiisa, inuu runta uu baro wax la isbaro wey. Midda kalena in wa in xadathahum lam yukadibuuk, haddaad bar u sheegtin kugan beenin maayo. Walidaalika akhlaaq xumada waxaa ka mid a qofku la hadlay inaad tahay been baa sheegaysa, kelmadaha afkeena ku badan oo beenta nagala tag iyo annaga hanagu cabbin iyo ee ma aragta beerka hanaga xashirin iyo ee ma aragta xaggaa la tag iyo qaafkaagi iyo khuraafaadkaagi, kelmadaha adadag qofka saa looma dhaho. Yani markii hadalkiisa ku qancin waayo de inaad ka aamusid baa kugu filan, intaasaa ugu filan isaga in laga aamuso. Marka saddexdaa nin akhlaaqdaa bay lahaayeen bi. Kaana Abu Cubayda min asaabiqiina alawaliina ila alislaam, Abu Cubayda wuxuu ku jiray dadkii ugu horreeyey ee islaamka kusoo hormaray. Faqad aslama fi lyowmi ltaali liislaami abi bakrin, wuxuu islaamay maalinkii Abu Bakar uu islaamay maalinkii xigtay, marka nin dhow maaha. Wa kaana islaamuhu calaa yadi sidiiqi nafsi, Abu Bakar baa sabab u ahaa isaga gacantiisa kusoo islaamay. Famadaa bihi wabi cabdiraxmaan ibni cawfin wabi cuhmaan ibni madcuun وبالأرقم ابن أبي الأرقم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعلن بين يديه كلمة الحق. أبو بكر مرقو شلوك على صلى إسلامي ومالك كي حتي بوحو رؤسك حيستي كو عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مضعون، الأرقم من الأرقم مركز النبي انتو إلي من بهالكاس وحيكو قران كلمة الحق وشهادة كقعتين ومكاكو كي يرادان لا إله إلا الله محمد رسول الله. فكانوا القواعد الأولى التي أقيم عليها صرح الإسلام العظيم وحي أهيان أساسك أساسك جهري إسلامك كان سرحي سي لستي سي لسمه سي آد أوي لغض لسي إسلامك إنه لسنابه، يعني إسلامك هو الربع إنه كاقل يقول لسان أكرا
ee asaas leh oo meel asaas ah laga soo uu ka bilowdo kadibna dhismay oo kor u kacay. Dadkii marka asaaska u ahaa, ilaa gurina waa asaaskiisa, yani gurina waxaa adkay asaaska. Haddii basementigu uu fadhiyo oo si fiican guriga dhidibada loogu aaso, arrinka wuxuu ka ilaalinayaa guriga inuu markiiba si u liico, inuu sanqaafkiisu soo dumo, inuu tasabbuc uu ku yimaado, waxaas dhan waa ka ilaalinaya. Haddaba islaamka markii rag sidan oo kale ay iyagu horyaal u noqdaan, hormuud ay u noqdaan, rag sidan oo kale markii ay iyagu ay bilaabaan inay daadihiyaan, waxaana shaki ku jirin dadka kale ee gadaal ka imanayaan iyagu ku daba fayleen meel walba, waa saas bulsho iyo deegaanba dadka u soo hormaray ku xiran tahay. Haddii dad khayri ay meel usoo hormaraan, khayrkay dadka u horseedaan, kuwa ka dambana way ku daba fayleen. Haddii ahlu shar ay soo hormaraan, ahlu shar baa ka dambeynaysa. Dadkan marka waxay ahaayeen dadkii ugu horreeyey ee dhidibada u aasay, islaamka u aasay, oo gurigan quruxda badan islaamka ah ee inta la-eg iyo sartan quruxda badan aan hoos harsanaynana iyagaa sabab ahaa wey. عاش أبو عبيدة تجربة المسلمين القاسية في مكة منذ بداياتها أو بدايتها إلى نهايتها. أبو عبيد الله أبو عبيدة عندها وحا واجهة أغلان نولا لبتي سو واجهة ذي ضدك مسلمين تأتي مكة جوغي لقب الله باللوغي إلا دماتك، يعني معنى قوب جوغ بوها muddadii dhibta ay muslimiinta ay ku socotay maalinnama maqnaan, yacni wula kowsaday bilowgeedii wuuna la dhamaystay ilaa nihaayadii. wacaana maca almuslimiina asaabiqiina min cunfiha wadaraawatiha waalaamiha waaxzaaniha ma lam yucaani atbaacu diinin cala dahri alard, waxa uu la qaybsaday ka muslimiintii markaa horreysay waxaalla wixii adayga oo violency ay ka jira maka iyo dhib ka jiray iyo xanuunadeedii iyo murugaheedii iyo wax aan atbaacu diinin dad diin raacay oo calaa dahri alard abadan guudkeeda ku nool dhib aanu soo gaarin baa soo gaaray. Yani macna atbaacu diin, saad ogtihiin diin walbaba nooc uu noqdaba atbaacdiisa dad diiday ayaa jira oo idihaadi persecution la soo taagan. Abu cubayda wuxuu ka mid ahaa dadkii la kowsaday tajrubadii ahayd dhibta ahayd, marka wuxuu la kulmay cunfigii maka ka jiray, daraawadii dhibtii meeshay ka jirtay, aalaantii iyo xanuunadii meeshay ka jiray, axzaantii iyo murugihii ka jiray. maa lam yucaani, wuxuu la kulmay wax aanay dadu aanay arkin, qofna aanu soo waajihin intuu nolosha u noolaa. fathabata lilibtilaai wasadaqa allah warasuula fii kulli mawqif, ibtilaahaasi imtixaankaa yimid iyo ikhtibaarkaa yimid uu sugnaaday, ilaahay rasuulkiisana meel walba uu joogo uu u run sheegay. yani macnaa waa maxay? sidii ilaahay ku ogaa min almu'miniina rijaalu sadaquu ma caahadu allaha calayhi faminhum man qada naxbah waminhum man yantadir, dad kaliiru ku jira. yani maa min mawqif, dagaal marka la gelayo waa nin sugan, waxbaa la bixinaya, waa nin gacantu ay kasoo horeyso oo hore wax ka bixinaya, oo bimacnaa jawaada oo ilaahay subxaana wa tacala gacan furnaan uu siiyey, kelmad baa la sheegaya runtii halka ay tuhu dhigaya. mawqif waxaa u baahan in xoogaa laga gaabsado, xayaa u baahan, waad helaysaa nin wuxuu ah mowqif walba waa taagan. laakina mixnata abi cubaydata yowma badrin faaqat fii cunfiha xusbaan alxaasimiin watajaawazat khayaal almutakhayiliin, saa ay tahay haddana iyadoo mixno walba uu soo jooga, laakiin mixnadii imtixaankii ku yimid abu cubayda maalinkii badar taa iyadoo xisaab walba qof walba xisaabtiisa waa ay dhaaftay, qof walba khayaalkiisa imaginationkiisana waa ay dhaaftay. yacni maalinkii badar dhibti ku timid, yani iyadoo uu goobjoog ah, despite the fact baa la rabaa in lagu yidhaha, iyadoo goobjoog ah xaaladahaasoo dhan dhib walba uu la soo kowsaday, laakiin tii badar wax loo dhiga ma lahayn. taa markay aanu baxno marka intalaqa abu cubayda yowma badrin, abu cubayda waa uu dhaqaaqay maalinkii badar, yasuulu bayna asufuufi sawlata man laa yahaabu rada, isagoo isku sii dhexdaynaya sufuufta, ilan waa saf bay dadku ku jiraan, waa la safayn lines baa lagu jiraa, isagoo halkaa ku dhex jihaadaya ordaya oo weerar ah. sawlata man laa yahaabu rada, weerar buu qaaday oo qof geeri ama dhimasho ka baqanaya aanan ahayn. yani qofku markuu baqanaya maxaa ku ogta uu hakanaya xoogaa meel gabaasi buu raadsanaya, meel uu ku dhuunto iyo xaggaas u baxay. isaga sawlat man laa yahaab, laa yahaab aanan ka heebaysanayn, arada halaag inuu halaagsamo uu dhinto, qof aanan baqanaynin yani weerarkiisu qaaday maalinkaas. fahaabahu lmushrikuun, mushrikiintu waa ay ka baqeen marka
waa ninkii aan lahayn, waa nin dabacsan, waa nin caan, waa nin maaragtay xishood badan, laakiin waxaa la gaaraa waqtigii dhabta in markay dhabta ay tahay, dhabta inay noqoto ay tahay, go'aankana sidiisi in meesha loo qaato ay tahay. Fahaadahu almushrikuun, mushrikiinti baa ka baqay. Wayajuulu dawlata man laa yaxdar almowt, wuxuuna bilaaba inuu weerar aan kala go' lahayn uu qaadayo, sida qof aananba geeriba ka digtoonaan ka baqin. Faxadirahu fursaanu qurayshin wajacaluu yatanaxawna canhu kulamaa waajahu, waxaa ka digtoonaadoo ka baqay nimankii iyagu maaragtay fursaanta ahaa ee halyeyadii quraysh, waxayna bilaabeen markay arkaan wabcad inuu xagga soo socda inay xagga uga gabanayan, inay ka dheeraanayaan, yacni sidii libaaxii isugu sii dhexdaayay, weerar ba'an buu qaada, ilaa raggii dagaalyahanada ahaa quraysh oo ishayeel isaga iyo dadka muslimiinta ayba bilaabeen inay ka baqdaan oo si uga gaarsadaan. Lakina rajula waxida minhum jacala yabruzu liabi cubayda fi kulli itijaah, markii dadkii oo dhan ay xoogaha ka gaabsadeen oo nin walbaba isku dayo isle waraabu cubayda ha ka hor imaanay, maanta waa ninkan kacsan oo intaasuu madaxa ka hor dhigaayo, nin walba isagoo baqanaya ayaa waxaa jira nin baa ka hari waayo, xaggaas u dhaqaaqa wuu hortaagay, xaggaas u bayra wuu hortaagay, wuu ka orda wuu hortaagay, wuu ka baxsada wuu hortaagay, nin baa dhaafi waayo fi kulli itijaah. Fakana abu cubayda yataxaraf can ariiqi wayataxaasha liqaa, abu cubayda wuxuu isku dayayaa markastoo ninkaas uu kasoo horbaxo inuu ka weecdo wadadiisa oo inuu la kulmana iska ilaaliyo, halkaas wuu goyna gas xaggaas uga baxay oo ka leexana, laakiin ninkii baa lugta lugta u saaray, laf dhuungasha ku noqday, kaalo aduu ka reeb. Walajja rajul fi lhuduum waakhara abu cubayda min atanaxi, ninkii wuxuu bilaaba haddana inuu weerarka qaraar uu soo saaro, abu cubaydana wuxuu bilaabay inuu isna intuu gaban karo u gabado. Wasadda arrajul calaa abi cubaydata almasaalik, ninku markuu wuxuu bilaabay inuu wadoodba u kasoo xiro, abu cubayda dhan u dhaqaaqa marka u garan waayo. Waqafa xaa'ilan bayna wa bayna qitaali cadaa'illah, wuxuuba ku noqdaba mid kala teeda isaga oo abu cubaydaa iyo cadowga ilaahay, dirirtii uu geli lahaaba ninkan baa hortaagan, xaggaas u dhaqaaqa ninkan baa hortaagan, wuu ka leexdaa wuu hortaagay, wuu xaggaas uga baxa waa soo qoratay aduu kaada meel dhig. Falama daaqa bihi darcan, markuu ciriiri dareemay abu cubayda oo ninka meel u dhaafa uu leeyahay, daraba ra'sahu bisayfi darbatan, madaxu marka seefka ka keen gow, falaqat haamatahu falqatayn, oo madaxiisa laba qaybood u kala dhigta, marka ninkiiba intuu seef qaaday madaxa kaga sii daayay, madaxiibaa laba qaybood u kala dhacay marka. Fakhara arrajulu sariican bayna yaday, ninkiina hortiisa ayaa marka uu ku dhintay oo halkaasaa lagu lagday. Laa tuxaawil ayuha alqaari alkariim, buu leeyahy kaatibka ninka qoraaga wuxuu leeyahay, isku day an tukhammina man yakuna arrajul asariic, inaad qiyaasid cidda uu noqon karo ninkan abu cubayda uu dilay oo halkaa ku lagday. Amaa qultu lak, soo kuma sheegin, buu leeyahy kaatibka qoraadarka inuu na macaaneeyo, ina cunfa tajrubati faaqa xusbaan alxaasibiin, tajrubadii ahayd yani ah cunfigii iyo violencyga ay la kulmeen, yacni xis qof qiyaastiisa waa ay dhaaftay, wajaawaza khayaala mutakhayiriin, qof imaginationkiisa iyo khayaalkiisa way ka baxsan, wax la qiyaasi kara ma. Walaqad yatasaddacu ra'suk ida carafta ana arrajula asariic huwa cabdullaahi ibnu aljaraax waalida abi cubayda, waxaa laga yaabaa buu leeyahy madaxaagu inuu madaxa inuu ku xanuuno haddaad ogaatay ninkaa abu cubayda uu dilay inuu ah aabihii, ninkanu madaxiisa laba qaybood uu kala dhigay, uu maalinka meesha ku lagda uu dilay waa aabihii cabdullaahi ibnu aljaraax oo ah waalida abi cubayda. Ninka meel kasta markuu ka baxo hortaagan, isna aanu rabin inuu la dagaalamo, laakiin isagii weerarka wada oo ka hor istaagay abu cubayda inuu dirirtii u galo oo cadowgii meel iska saaro waa ninkan. Lam yaqtul abu cubaydata abaah, abu cubayda cidda uu dilay aabihii maaha, aabihii ma dilin, wainamaa qatala shirka fi shakhsi aabihi, laakiin wuxuu dilay shirkiga aabihii ku dhex jira. Aabihii waa iska qafoof, qafoofkaas iyo heekalkaas macna ma samayno, waa iska latan meel taaga, laakiin aabihii waxa waday oo isagaba ku xambaarayay inuu wiilkiisa meel walba ka qoorateeyo, ee keenay in uu wiilkaba u diiday inuu saamba u rogo, ee afarta barjaala kasoo abbaaro meel walba kasoo duuday, wax kale ma, shirki baa wada odagaba, shirkigaabaa keena buu leeyahy. Haddaba
من أبيه دلي دينته حكت المرك، لكن قبض قتالك. فأنزل الله سبحانه في شأن أبي عبيدة وشأن أبيه قرآنا فقال علت كلمته إلى مرك حكوس الدجي أبو عبيدة يا أبيه بقرآن جارك سود مرك إلى هكر نقطة كلمة دي آيات محيلة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ضد مؤمنين دول مؤمنين وإلهي إيمانك آخرهم به مدعي كرتو مهلي سيد ما أغاني سيد إن جعلانا يان إن إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم أما كهرتني يعني قفت مربع هدي مؤمن أوياي مؤمن هدات هاي أو إلهي آخر الرميسان تاي قف إلهي رسولك سكفر تكامل قد ميو ولو كانوا آباءهم هم المقدين كو آبيو أو أبناءهم أو كو عيدالين أو إمه عيدالين أو إخوانهم أم ولاله الله شيء أو عشيرتهم أم حكتدوا ذي قرابدوا حتى هدي أي كو أيهم أم جوجينيا لأنه ما حيالا مسألة بحيتاجانتا إيمان كفر بيتاجانتا توحيد الشرك بيتاجانتا مركا نين كان بقى بها بيولوجيكال يو كان بقى إلان بشي ماشي ما تاجي محلوك على بحي محي محلوك على بحي إيمان إلى مركو حليه أولئك كواس وأنا أجو الجن الشرك الكفر حتى على شرك يهدوه شرك كيمد والدين تود يكوع دلانا كتب في قلوبهم الإيمان إلهي قلوب تود وحوكو قرأ إيمان بحوكو قرأ وحل قرن ودكتين وحراجة وأيدهم بروح من إلهي نوحوكو أتي روح حقي سكأهات ويدخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها إلهي محو قلين يقول لها جنات إبيالها دريريان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلهي نراضي وكان نغضي يقول إلهي براضي كان نغضي أولئك حزب الله حزبي إلهي حزبي إن الغبي رأي تهي أو إن لو عذي أي تهي لقب من نغضي أي تهي من برشيك إيسا لقد قال أي تهي وقوة حزبي يقول ألا إن حزب الله حزبي إلهي هم المفلحون قوة الإيمان وقوة قرآن كمركة كلا صار كأه مسألة مركة إيمان تاجن تاي قرآن كفر يابه الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم أخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون أبنا إله مركة الوحر يقول إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال نقى ترفتمها وتجارة تخشونها مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين قرآن مركة إن آيات فربضانة المامة آيات جدا مركة إيمان تاغنت مركة حق تاغنت مركة توحيد تاغنت مركة أرنك يوحى الله التم شرك التوحيد إيمان كفر مركة تاغنت وحى صلم مقياس قيمة ما وحى قيمة له كان إيمانك كله وذاك أيا ولالك كان إيمانك كله وذاك أيا أبها هل كاوي هل كمركة الرب إن مركة الأوجاد وحنا إيمان دون صحابة ربضان من أبيه من ولالك يدلي من أبتيجي يدلي أنتوا وإيمان دون وح كلا أنا ما حلوك اللي تيجي أنتوا يسوع نعيب أبيه ونعيبها ما وحام وجنية أبيه كمان له لحدا نينك جيسيا أو سيد النباحة ما لينك أوك أحسنا أو ضبط كده اللي كهيب يستين أو فرسان كده اللي يدب أجرتين الوجود عواي نا ما لينك نين لو بعد يجواي ده كده هو يكأرد لكن نين كم بكهر ويا أبيه يعني وحي مقنع يسا مركة هدو إلى أباه ونسكسي ديني والله بنيا إن عادوا من الرسول كي أدية كنت دين دين دم ما الله أركن مركة سي مركة أرنك أم المروح وكو خصبا هذا مركة أبيه من مال صار لم يكن ذلك عجيبا من أبي عبيدة أرنك أرن لا يعلم معه إنه سميه فقد بلغ من قوة إيمانه بالله ونصحه لدينه والأمانة على أمة محمد مبلغا طمحت إليه نفوس كبيرة عند الله انت وحل لي ما هنو إيمان كيسا حوق أولي إيسيد أقول نصيحين يدينك إلهي إيسيد أمانة أمة محمد إلى لنا وحا أقار هار ضد فربضان ورنتي ضد واوين ورنتي قيمه ذي مقو ذله إن أي رنتي أهم قل تاغان بوسك أبو عبيدة تاغان قصة ما إمام دوت مرك هلي هاي حدث محمد بن جعفر أيا والرمي قال وحي لقصة صغر نوض وحي قدم وفد من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم نما النصارى وضيف المسيحيين تأها أي وفدي وفدي النصارى يا نبي قيمت مركب حرمنا إنا موجنو أبو عبيدة
booskiisa iyo miisaanka uu ku leeyahay fil islaami iyo ammaanada suu ilaalinayd, iyo booska iyo mustawaha uu taagnaa in ay u hanqaltaagi jireen dad fara badan oo saxaabada ka mid ay jaman jireen oo jeclaan jireen booska isaguu taagan inay gaaraan. Maxamed bin Jacfar baa noo warramay, wuxuu yihi wafdigaabaa yimid, faqaalu waxay yihiin yaa aba alqaasim, nabigay ka wadaan, nabiga kunyadiisa, nabi maxamedow ibcath macna rajula min asxaabik tardaahu lana liyaxkuma baynana fi ashyaa min amwaalina ikhtalafna fiiha, waxaad nala dirtaa nin asxaabtaada ka mida oo adiga raadi aad ka tahay, waxaan rabnaa inuu na guddoomiyo oo na kala xukmiyo xoolaan isku haysanaa bu yidhi. Marka waxaa nala dirtaa ninaad adigu ku kalsoon tahay oo runtii kala goyn kara gartana yaqaan. markaas wuxuu yidhahdeen fainakum cindana macshara almuslimiina mardiyuun, muslimiinay agteenna waa laydinka jecelyo, raadi waa laydinka yahay, waxaad goysaan oo gar inaad cadaaladda idan ka tegaynin baa la og yahay, bal waxaan rabnaa arrinkaa noo kala gooyo. Nebi maxamedo marka nala dir nin aad ku kalsoon tahay. Nimanka marka niman nasaara muslimiin maaha, laakiin cadliga waxay kasoo raadiyeen xaggee? Waxay kasoo raadiyeen dadka muslimiinta agtooda. faqaala rasuululla sal alay wasalam ituuni alcashiyata abcad macakum alqawiy alamiin, waxaad ii timaadaan insha allahu gobolka markuu dhaco yimaada, waxaan idinla diri doonaa nin qawi ah amiin ah. qawi marka la tilmaamayo, quwadan la tilmaamayo, qof muscles maaha, qawadu inuu qofku murqa uu yeesho maaha. qawi waxaa laga wadaa qawi fi xazmihi, go-aankiisa iyo mawaaqifta uu qaadanayo. walidaalika markii laya bintu shacayb ee aabaheed ay la hadlaysa, markuu nabi muuse imi waxay tidhi ina khayra man istaajarta alqawiy alamiin. alqawi bimacnaa waa maxay? qof mas-uuliyaddii loo dhiibana kasoo bixi kara, amiin ah, trustworthy, aanan isdabamarin iyo been iyo qiyaamana aanan oqon, ninkaasaad ila diraya buy. qaala cumar bn lkhaaab wuxuu yidhi faruxtu ilaa salaati اdhuhri mubakira, maalinkaa markaan maqlay ila nabiga cidna ma sheegin, ma dhihin hebel, ma magacaabin sal lla lay slam, ma dhihin hebel iyo hebla mala sheegin. wuxuu yidhi nin baa idinla diraya, laakiin wuxuu sheegay titleka ninka uu sidan karo alqawiy alamiin, inuu nin yahay nin qawi ah oo maaragtay islamarkaana la aamini karo. abubakar cumar bn khaaab aan dhehe wuxuu yidhi maalinkaas waqti hore ayaan salaada duhur tagay buy, wa inii ma axbabtu alimaarata xubbi iyaha ma idin, weligeyna ma jeclaan buu yidhi madaxtinimo maalinkaasaan u jeclaaday, rajaa an akuuna saaxiba hada nact, wax kalena igama ahayn shilin ku hel iyo kursi iyo madax noqo maahana, sifadaa nebiga uu sheegay baan jeclaa inaan noqdo mid markaa ku sifaysan buu yidhi. nactiga ah alqawiy alamiin ila nebigaa yidhi intaa unbaa raadinayay buu yidhi. markuu wuxuu yidhi maalinkaas waxaa hunguriga gala buu yidhi, maalinkaasa imaara iyo madaxtinimo iyo mas-uuliyad inaan qabto, maalinkaa unbaa hunguriyay buu yidhi. falama salla bina rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam adduhur, markii nebiga salaada duhur naga bixiyey, jacala yandur can yamiinihi wacan yasaarihi, nebigu wuxuu bilaabay inuu midigta saa umilicsanayo, haddana bidixi milicsanayo. fajacaltu atataawal liyaraani, markaasaan isku dayay xoogaa inaan isdheereeyo suu nebiga ii arko. cumar bn khadaab wuxuu xoogaa qoortaan taagto nebiga haku arko, kadib cumar uu kaala haku yidhaha falam yazal yuqalibu basarahu fiina, nebigana intaa aragga saasuu marba noola raacaya, saa u rogrogaya, marba xaggaasu eega, mar xaggaasu eega, xataa ra'aa aba cubaydata min aljaraax, ilaa uu ka arkay abu cubayda oo meel fadhiya, fadacaahu intuu u yeero, faqaala wuxuu yihi ukhruj macahum, raac dadka kan, faqdi bayna bilxaq, xaqana kula soo xukmi nimanka, la bax fiima ikhtalafuu, waxay isku hayaan soo kala saara. faqult dhahaba biha abu cubayda, markaasaa waxaa khalaas waxba kuuma yaala cumar bn khaaab, sifadii aad raadinaysay iyo titlekii abu cubayda la tegay. marka halkaa waxay muujinaysaa bimaxdar, iyadoo abu bakar uu fadhiyo, cumar bn khaaab soo kal lahay oo hurdadii maalinkaas soo kala gooyay oo meesha yimid oo isku dayo xataa nebiga inuu istuso oo meesha kasoo qoortaagto, iyadoo dadka ay joogaan buu nebiga ka dhex xushay. taa marka waxay muujinaysaa maziye gaara inuu leeyahay, sifada ah alqawiy alamiinna inaanay dhowin. walaakin walam yakun abu cubayda deh amiina faxasb, amiinnimadaa keliya kuma ekayn, wainama kaana yajmacu alquwata ila alamaana, waxaa u weeliyey quwo xazmi buu lahaa, nin muxuu ahaa aad iyo aad u adag maaragtay. maxaa nabigana wuxuu yihi sal alla alay wasalam almuminu alqawiyu khayrun waaxabu ila allahi min almumin aldaciif, qofka qawiga qawi waxaa lagaa baahan yahay
markay maamul noqoto, inuu xasmi qofka yeesho, idaaradii yeesho, markii mowqif waxaa jira quwo u baahan iyo mowqif dabacsanaan u baahan. Marba haddaad dhahdaan waa adkaynayaan wixii baa kala daadanaya, laakiin mawaaqif waxaa jirta quwo loo baahan yahay, sida mowqifkii Abubakar markii aan ka sheekeynay dagaalkii Riddada oo kale. Mowqifkaas oo kale mowqif dabacsanaan lagu qaadan kara maa, maxaa mar qaarkii haddaad dabacsanaan wixii ku geshid waxaa laga yaaba wax badan inay kala daataan. Ilmihim waqad barazad hadihi alquwatu fi akthar min mawtin, awoodan la sheegayo, quwadan aanu ka sheegayna Abu Cubaydana waxay muuqatay mawaaqif kala duwan. Barazad waxay muuqatay kow, yowma bacatha rasuulu sala allahu alayhi wasalam jamaacata min asxaabihi liyatalaqaw ciiran liquraysh, maalin uu diray nabiga sal alayhi wasalam koox asxaabtiisa ka mida, sidii qoladii xaan aan ka sheekeynayna oo kale, si ay markaa halkaa u qorateeyaan safar raashin waday oo quraysh leedah. وأمر عليهم أبا عبيدة رضي الله عنهما عن رضي الله عنهما عن وهنا أمير وكجد أبو عبيدة إله يكرد من غذاء وزودهم جرابا من تمر لم يجد لهم غيره وهنا صحيح وكجد جاي كيشير أو تمر أي كدرت النبي وحكى له وعي أيضا لم بالله دريا كيش كتمر بالله هيا وهي عيون لهايا ما راح يستانب. فكان أبو عبيدة يعطي الرجل من أصحابه كل يوم تمرة. Abu Cubayda marka maadaama uu yahay abaanduulaha dagaalka uu yahay amiir muslimiin uu yahay muminiin, nin walba maalin walba wuxuu siinaya marka hal timir uu siinaya. Fa yamusuha alwaxid minhum kama yamusu sabiyu daraca ummihi, midkaasuu iska muusoonaya marka halkaa timirtaa umur uu qof walba marka ma aragtay iska dhuuqaya keligeed, sida ilmaha yar ee marka naaska hooyadii oo kale u nuugo. ثم يشرب عليها ماء كدين بيو كوكا بانيا. فكانت تكفيه يومه الى الليل تابع كف الليل الا هذينك مالك يا لمبا هل تمر بالي بجوده سفر دير قريال حل سيداها وبا لستايو سيفا وليس بضن وما انت عداد متحف ميوزيوم كاتاكتي اللي بيرا سيفتا وسيفتا دات كهرة طوان انه دات كينا مقعدي كرا ساس بي جرب كأور ردانيا سفر دير بالقاليا كوابو ذا مسيتان وتبروف حتى إني سن هذي كلمة بلقي إني عق عديهم بلقي يابا لبقي بأحرا أنت صلى الصعانة قرح دي الجزيرة جزيرة العرب نود جران كرتا وما أنت ضدك في الجاي تمرك يتجان أنت بلاس بوريجي ضربات الشمس بالوها قرح بقى كل عدد ما عرفتي ضفر بنا بقى استال كل نيا يوم هالكاس السعداء وحمل حل حرت مركا ملها تمرتها ومركا وميدو اسمه مصانية وحلو كبني وبيها ولي بيوه ما يشر مركا اللي وحوجا يرو إن يرى الفريق إنه سكلم يلا مرة هديك البراشد وإذا ما نسى. وفي يوم أحد مانك أحد حين هزم إلا قوة مركة حموجين ذات كان صوء معمول عرق يعني سيدا موقتة عيدا سيدا نوكلاء وضع لوجستيك عيدا كون آد بؤيريها وحال غرر مركة قوة ذات إدارة ذات وإن النقطة إن أسكف اللي سيسيد وحا عيدا كأي وطان إيو معركتي مال مهلا سوء عندهم marka waa nooc min al-idara quwada marka lagu tilmaamo efficiency meesha ingiriiska inuu qofku kari karo in xaaladda khatarta lagu jiro inuu khatarta waajihi karo markuu raashinku yaryahay inuu dadka marka filaysiin karo markuu duruufta ay badato inuu duruuftii marka ka maareyn karo taasaa laga wadaa quwadi in bimacnaa nin idaarina uu ahaa. Wa fi yawmi uxudin maalinkii la gaaray xiina huzima almuslimuun maalinkii muslimiinta la jabiyey watafiqa صائح المشركين ينادي من المشركين تكمل قيلنا وأفك كلا فرتاء إليه دلوني على محمد محمد إتصى المسلمين تولد جبيه محمد أنباهر النبي صلى الله عليه وسلم وحل الرب مرك إلا إسراع يلا قد تخلص دلوني على محمد مرك من المشركين تكمل هلك كسو قيل محمد هلا إتصى كوي. كان أبو عبيدة أحد النفر العشرة الذين أحاطوا بالرسول أبو عبيدة وكجري طبعا كين مركي انتي سافر حذين النبي ساه isugu gooyay oo markaa hareerihiisa maray liyaduudu canhu bisuduuri rimaaxa almushrikiin, say nebiga ugaga celiyaan ugaga difaacaan laabahooda iyaga u dhigaya warmaha ka imanaya nimanka mushrikiinta. Nebiga ayay waxayba u noqdaan derbi oo markaa nebiga u gabaasi uu ka dhigto waran walba oo soo dhacana xabadkii ku celinaya marka wuxuu ku jiray tobankii nin ee maalinka nebiga kusoo hartay ku jiray. Falama intahat almacraka dagaalka markuu dhammaaday كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد كسر رباعيته نبي قواتن دوشي سيلا جبي الكهوراء وشج جبينه وجي سنواتي للدلاعي
وغارت في وجنتي حلقتان من حلق درعه. النبي وحا قالي ماشي معركتي وجنتي سوحا قالي درعي عن بربرات كوكو من حلقات بوكو معركتي سي واحد مودائن وحياه وريكسن بوكو وجلوسي يعني حلقه واسيد الجلوس كيو كلا اما برن كيو كلا كو والله لا بحبه كم بدنا وحي قال النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي سي اي كلام يعني النبي بابا ما مالك سو قال. فاقبل عليه الصديق يريد انتزاعهما من وجنته. ابو بكر الصديق بقى مركب الربي ان النبي كسو سيبو لبدن حلقه ولا بر سي جلوسي اه ما بدنادي اه ان النبي دبنادي سا او سو سيبي الى النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عرس بمركة سو قال. فقال له أبو عبيدة بن عدي في إيده أقسم عليك أن تترك لي داري إله بنكو داري إيده. فترك أبو بكر فرق فخشي أبو عبيدة أبو عبيدة كبق المركة إن اقتلعهما بيدي هدوق عن تساء وسو سيبو أن يؤلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي إنه حمودي إلا وبرع دبنا ذا النبي صلى الله عليه وسلم دبن كيسي قليل وأذكرها مركب مركب جعل له جوسي يبيو ما يشان ما لها وحي ما عرفتي بدوبل سي يحبال لس جلينا يلي سكوت دري ما يشان مجران ساس الله سو سيبي ما يشان لتاجين مركب وح كبقي إنه النبي حنون مركب جارسي فعض على أولاهما بثنيته عضا قويا محكما مدي وجه الرئيس مركب لبني سدول سأو قنينة الكوه قبته يعني قبأت حبا فاستخرجها مركز الصار رفوس سي صار فوقع ثنيته مركز هل اللي كان معي ابو عبيده اللي كان معي ثم عض على الاخرى هذا انا مدي كلب هذا انا اساسه كلب قنيني بثنيته ثانيه دوشي سلابات فاقتلعها مركز صوص فجي فسقط ثنيته الثانيه اللي كان هلكا كوي مركز لو الكلب مركز هلكا كوي والربيب ممكن ليه النبي صلى الله عليه وسلم حنونك انك الى لي والا جعنت لو ساري كلب. قال ابو بكر أبو بكر هذا يقول فكان أبو عبيدة وحوءها من أحسن الناس هتما ذكر وروح ربضا إلا بدأ الكود عن الهين يعني ما إيش فنحوين باب أصوب بحضي وقروحنا أزياد سبيل ما دام الله بدأ الكود هكا أكوي تنوحك موجينيسا قوة ديسا موجينيسا بمعنى سيدة ومثال كالله لقد شهد أبو عبيدة مع رسول الله صلوات الله عليه المشاهد كلها منذ صحبه إلى أن وافاه اليقين. أبو عبيدة وحوجوب جو كأها لمان جابه كلا دونا النبي وجوه يدعي على ذي كلا دونا النبي وكقيب قاتل إلا وها وافه اليقين إلا وكنت جريدي حتى يأتيك اليقين توي وجريدي. فلما كان يوم السقيفة مالنكي لجاري مالنكي بيرتا طبعا وقصة آدي دولار وتاريخ الإسلامي كان مركي ماشان لمريو وباهن إن آد لا من الإسلام حال السياسة الشرعية علوس بقى هل كان كود جلتا لكن هل حل جيدا قدين دون أبو بكر يمرك للجارة يوم السقيف وبارتي أبو بكر الغلام بايو هذا مركو النبي صلى الله عليه وسلم قدينتي وصحابة شد دق دقا ومركو انت اللي سوية الأرض الميرين واللي سوية ميت كدين بيع على الجالي السقيفة داس هل كان صلى الله عليه وسلم ما لينك اللي قال يوم السقيف اللي قمك عبا. قال عمر بن الخطاب لأبو عبيدة عمر بن الخطاب بوحو كيري أبو عبيدة بوحو كيري أبسط يدك وبايعك كعنت النافذي أن كلام بايعوني وعرى أمرك إنه يربي إنه له لقب الله ما أنت على خليفة المقامية. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محايا النبي كان كم قال أعلى إن لكل أمة أمينا وأنت أمين هذه الأمة ومضى الأمين بين الله أدوبنا إنا التهابوا عبيدو ومدى الأمين كذا مركة ما المركة إتكالوا لقوا أمين كذا مركة عمالها أمر المسلمين يقعنت صافت. قال أبو عبيدة هو جواب ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا في الصلاة إيما أهم بي إن كهر مره قفوا النبي وفريقه صلاة إمام نقضه يعني النبي يردتك صلاة كبحي ميان ما أنت أرن أدميك كهر مري كرا فأمنا حتى مات أو بكر ما إمام نوعها إلا أكدت مركة أو بكر صلاة دي بالله طورت صلاة دي ذات كبحي بالليل إمام بالله قد مر هذه من آخر اللي آمنه إن أنا الدنيا وجهر مرمى ثم بويع بعد ذلك لأبي بكر الصديق ومركها كدي وطن ضبكو مركو أرد موقف كأوقاتي وحلا لهم بايع عاضي أو بكر لكن مالن كان ينكر سودانا هدوية هاي جانس بوهيستي سما حديث يبقى كف الله وكو قبسن كري لقى يا إن مركا عتك بضم أو هلا لكن أبو بكر بلو داي. فكان أبو عبيدة خير نصيح له في الحق أبو عبيدة مركو رواهم
nin yani aad iyo aad ugu naseexeeya xaqa u sheega Abu Bakr, wa akrama micwaani lahu cala alkhayr, wuxuu ahaa midka ugu wanaagsan ee khayrka ku caawiya Abu Bakr. Yani bimacnaa nin maahayn ma aragtay isaga kursiga ha qaatay, laakiin ana aqaan maaha, laakiin waxaa naasix amiin buu ahaa, runtii u sheegi jiray, wuu la mushaawaroon jiray, talad uu siin jiray, wuu garab taagnaa. Uma cahida Abu Bakr bilkhilaafati min bacdi ila alfaruq, Abu Bakr markii uu meesha uu ka baxana khilaafadi yaa la wareegay, waxaa la wareega alfaruq illi huwa Cumar ibn alkhataab. Fadaana lahu Abu Ubayda bitaaca, markii Cumar la gaarana sidaasoo kale haddana ugu hoggaansamay. Daana lahu bitaacati ay inqaada lahu, uu hoggaansamay, loyalty buu muujiyey. Walam yacsi fi amrin ila maratan waxida, mana dhicin Abu Ubayda in uu caasiyey uu amar ku diida amaba uu la yimid Abubakr. Cumar bin Khataab wax ku diida ma dhicin ilaa hal jeer bay dhacda, bis halka mar muxuu ahaa. Fahal tadri ma alamr aladi casa fihi Abu Cubaydata amra khaliifati almuslimiin, uma garan kartaa marka keliya ee Abu Cubayda uu caasiyey ama uu diiday khaliifata almuslimiin, muslimiinta khaliifada amarkooda uu diiday, ma garan kartaa? Waa kama laynoo sheega, laqad waqaca dalika حين كان أبو عبيدة بن الجراح في بلاد الشام. أرنك موحو النعي مركي أبو عبيدة بن الجراح وهو قامين يعيدن كمسلمين وهل كاد دولام حق أي شام يقود جيوش المسلمين. أرنك موحو النعي مركي أبو عبيدة وجوغ بلاد الشام عنده يقود جيوش المسلمين يسوغ هو قامين يعيدن كمسلمين من نصر إلى نصر عيدن بو جبيا قول بيسوهيا وكبقا قاقا كوكل الجبيا قول بيسوهيا يلو صاص ilibtu ay tixan tahay oo guushuna ay saa isu dawafan gashan tahay oo guulba guusha ka dambaysay uu soo hooyo. Xataa fataxa allahu calayhi diyaara shaamiyata kulla, ilaa wuxuu gaar heer dhammaan shaam oo dhanba gacantiisa lagu furto. Ciidanka furanaya shaam oo dhan yaa hogaaminay Abu Cubayda. Fabalaga alfuraata sharqan wa aasiya sugra shimaalan, wuxuu socdo wuxuu gaaray xagga Furaad buu gaaray marka loo dhaqaaqo bari, xagga Aasiyada yarna wuu gaaray marka loo dhaqaaqo galb loo dhaqaaqo waqooyiga. Cinda dalika marka dahama bilaad ashaam taacuunun maa carafa annaasu milahu qab, markii meesha la marayo oo Abu Cubayda uu runtii meel walba uu furanayo uu guusha u gacanta saa ugu hayo, ayaa waxaa yimid cudur taacuun ba yimid, cudurka taacuunka oo dadka muslimiinta horey aanu aqoon karaanihi waqtigaas. Fajacala yaxsudu annaasa xasdan, markaasuu saf marku noqday oo dadka saa u shafay, dadku saas markay sa daba dhimanayaan. Dabcan waxaan umalayna iyada taariikh si gaara inaan uga hadalno, intaasoo dee cadad aan la qiyaasayn kumanaan dadku inay saa u dhimanay milnis la gaaray, dadku marka way li'daan. Famaa kaana min Cumar bin Khataab ilaa an wajaha rasuulan ilaa abi cubaydata birisaalatin yaquulu fiiha, markay saa dhacday kadib markiiba Cumar bin Khataab wuxuu diyaariyey nin buu farriinsida ah ayuu wuxuu diibay dhambaal oo uu ku wajahayo Abu Cubayda uu diray, yani waqad buu diray uu leeyahay, inii badat li ilayka xaajatun laa ghina li canka fiiha, inii badat li ilayka xaaja laa ghina li canka fiiha, waxaa igu timid danba igu timid xaaja ii soo daahirtay oo aan kaaga maarmin, yani arrin baa soo korodhay meesha ka dhihilay badal li xaaja, arrin baa soo korodhay oo soo ziyaaday oo soo kororto timid oo aanan kaaga maarmin. Fa in ataaka kitaabii laylan fa innii aczimu calayka an laa tusbix xataa tarkaba ilay, haddii dambaalkaygan oo kana uu habeen uu kusoo gaaro waxaan kugu adkaynayaa oon aad iyo aad kaaga dalbayaa inaadan waa beriisan adoon isoo gaarin. Wa in ataaka nahaaran fa innii aczimu calayk, haddii maalin uu kusoo gaarana waxaan kugu adkaynayaa alla tumsi xata tarkaba ilay, inaan gabalka uu kugu dhicin ilaad iga soo gaarta. Yani bimacnaa markiiba risaalada uu diray ama fariinta uu diray Cumar bin Khataab waa mid iyadu urgenty emergency, dan baa soo korortay oo degdega, arrin culus baa timid oo aan lagaaga maarmin, adaa lagu baahan yahay, dhalaantaadana macquul maaha. Ee warqadeeda markii kusoo gaarta subixiina gabalkiyaanu kugu dhicin, habeen haddii kugu soo gaartana yaan waagu kugu bariin, ee sida ugu dhaqsiyaha badan iyo mal. فلما أخذ أبو عبيدة كتاب الفاروق قال مركو ورقد سألك لفري أبو عبيدة وحيدة فقد علمت حاجة أمير المؤمنين إلي وان قرن يا ربي تنت
وأمير المؤمنين إجا ليه، فهو يريد أن يستبقي من ليس بباق، وهو ربا قف آنا الدنيا كهرين إنه الرهاب الربا يعني قف نفل بود باقي ما نفل بود تجي سوما نفل راجي سمية جرته مركو الربا قف آنا باقي نقن إنه باقي كنيه. ثم كتب إليه يقول مركز جوابي أمرك أمر جديد سمين يا أمير المؤمنين إني قد عرفت حاجتك إلي وان قرتي بلدان تعطيك هذا، وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عن الذي يصيبهم. أنه وحن كل حجرة عيدا المسلمين تكم إذا نفس إذا أنا هنا كدع على الله وحيك سوى قاري إيه كل عاي يعني يقول عاي هدي اللي أنا يعني وصل اللي أنا هنا هدي اللي أنا وصل اللي أنا هدينا للجبيني هدو طاعونك إنك أنا قد تخلصي إنك قد محنا رجل واحد، لكن إن أنا نفس إذا أنا أن كهر مريو كدور بذلك كلام ما هم بي ولا أريد فراقه من كتجيب بي حتى يقضي الله في وفي أمري وفيهم أمرهم إلا أن يجب إلهي سبحانه وتعالى صوت دون النجي لي أمرك إلهي إلا ما يحك منه أنه من دقاقي مركاسه قال فإذا أتاك كتابي هذا عمرو أمير المؤمنين خليفة المسلمين المؤمنين هدي أنه وقد يكوتي ماذا فحللني من عزمك وأذن لي بالبقاء. وحو يري قوان كان أبقاراتنا يو إقدار إقدار بي إينا أقلوا إن أهل كي إسكسي جو قوان كان سوقات. فلما قرأ عمر الخطاب الكتاب عمر الخطاب مركو أبقي ورقدي بكى حتى فاضت عيناه ويمو الله إلا بكى كي إلي. فقال له من عنده ذكي لجو يقبل حكوية لشدة ما رأوه من بكائه، فقال له من عنده ذكي يسجل لجو يقبل حكوية لهذين لشدة ما رأوه من بكائه مركي أركان وينت عمر الخطاب كلا استاجي إن مركي أركان بيروح إلى ذي أمات أبو عبيدة يا أمير المؤمنين ما أبو عبيدة بنتي؟ قال فلا لا ما يمد من ولكن الموت منه قريب لكن قريب كما فوق. ولم يكذب ظن الفاروق عمر بن الخطاب ما الذي سنة كنت مبي نوب وأن ملهم بؤها عمر بن الخطاب سيدة المامة إذ ما لبث أبو عبيدة أن أصيب بالطاعون أبو عبيدة مكة عدد كي طاعون كاكل معي. فلما حضرت الوفاة أوصى جنده مركي جيريد اللي سوى قارنا دردارا بو ودردار معيدا كي ودردار فقال وحيري إني موصيكم بوصية وأن إذن دردار ميا إن قبلتموها لن تزالوا بخير. هذا دي قد قيستان ودقبشان خير بعد مرة بلا كسو نان دونتان كمزوري دونتان دردارا كي يقول فيها كو أقيم الصلاة صلاة دولة وآتوا الزكاة زكاة نجوتا وصوموا شهر رمضان برمضان نصوم وتصدقوا صدق اللبحة وحجوا حجية واعتمروا عمريستا وتواصوا صدر دارما وانصحوا لأمرائكم ملح ديننا قلنا الصحيح وناقة الشيخ ولا تغشوهم خيامنا ولا تلهكم الدنيا ولا تلهكم الدنيا الدنيا يعني إذن مشكورين فإن المرأة لو عمر ألف حول قفك بن آدم كهديه كن سنة نولاده ما كان له بد من أن يصير إلى مصرع هذا قدو كن سنة نولاده وحان لغمار من إنه هل كما أنت أنيقا أنا هاي أن أول أن عنها أن كل من دون سيدان أولي مني أولي أول من دون هذا الذي ترون كان الأركيسان هل كاس أقدم بين دون إن الله كتب الموت على بني آدم إلهي موت كحبني آدم هو رمب فهم ميتون وإلي منيان وأكيسهم وحاولوك بضان هو عقل بضان أطوعهم لربه كوذا ربي وذوه قان سما وأعملهم كوذا أغش قبضان ليوم معادي مالك إلهي ولك البيانة منك شقيس أو عقل بضان بيوم ونبوك بضان. والسلام عليكم ورحمة الله بها الكايم. ثم التفت إلى معاذ من جبل معاذ من جبل أولنك يسجل وقال من الأسلام وقال يا معاذ صلي بالناس ضدك صلاة كبه يعني خلاص وكذا ما تمرك. ثم لبث أن فاضت روحه الطاهرة مركي وحبك مسوري مركي الروح ليس طاهر كأي تكتي. فقام معاذ وقال معاذ أنتم استقبلوا أيها الناس ضضوا إنكم قد فجئتم برجل والله ما أعلم أني رأيت رجلا أبر صدرا وحمانت فجع ونقصه قارين ومصيبة نقصه قارتين نن آنن وقونين عد مركا حق مركي تاقنته قلبي كبارسا ولا أبعد غائلة حقدنا كفك من الله ولي ما أركن ولا أشد حبا للعاقبة متك آخر عن ولي ما أركن ولا أنصح للعامة منه عامضا متك ورون شوي قد بنا ولي وكلام أركن فترحموا عليه يرحمكم الله ده رحمة الله عليه ده بيلي الله يدين حريصه
yar haddaan dib ugu laabto wax yar, Abu Cubayda waan soo tilmaannay mowqifkii ugu darraa ee la kowsaday wuxuu ahaa markii aabihii uu ka takhallusay. Waana mowqif aad midiisa u leh oo aan tilmaamayno waxa walaal ugu noqdaayo. Wa hada aliman waxa lagu kala fogaada imaamka iimaanka inuu taga wey. Qofka aad jeceshahay waxaad wax ku tari kartaa markaad dacwadan u sheegtay, hadduu noqdo walaal, hadduu noqdo adeer, hadduu noqdo abti, dacwadaas ku tari kartaa qofka aad rabtid inaad wax u tartid wey. Waana mida ugu wanaagsan wey. Abu Cubayda mowqifkiisana Ilaahay subxaanahu wa tacaala bariyay. Waxaa kaloo ka qaadanaysaa qofka muuminka mawaaqif kala duwan baa qofka soo maraysa. Waxaa la rabaa xaq, waxaa lagu magacaabaa shay walba meeshiisa in la dhigo. Markay ay taagan tahay in wax laga run sheego, in laga run sheego, mowqifka la qaadanayo haddii mowqif adag in la qaato, markii in la dabciyo ay tahay in la dabciyo, waxaan ka qaadanaynaa mowduucaas. Waxaa kaloo aan ka qaadanaynaa laqabka kan ah amiinu haadihi lumma, wax si sahlan lagu gaari kara maaha, wuu mutaystay. Abubakr Cumar bin Khataab hadalkiisina cajiib buu ahaa. Wuxuu yihi weligii imaara kama fikirin ilaa maalinkaa mooyaane. Wuxuu markay gaaraan wax janno lagu geliyay markaad aragtid, markay gaarto khayr markii ay noqoto waa inaad tartanka aad gashaa. Ilaahay wuxuu yihi wasaabiquu tartama wasaaricuu u degdega baadiru, markay khayr taagantahay. Laakiin markay shar taagantahay, in adduunya taagantahay, unbaa hal haka dhalinyo. Walidaalika khayrka markay taagantahay inaga dhan haybi baan saarannaa. Waxaa la rabaa safka hore ee khayrka ah marka la gelayo inaan lagaaga hormarin, lanno maxaa yeele waa khayr wey. Macnaheedana maaha qof inaad ku durdurisid maaha ama aad isku dhacdaan maaha, laakiin waa inaad lagaaga hormarin. Jamaacada waa inaad Allahu Akbarta markuu imaamku yiraahdo ninka ku xiga waa inaad noqoto Allahu Akbar dhahayo. Khayr markay taagantahay wasaabiqu bay taagantahay. Cumar bin Khataab marka wuxuu yidhi anigu kursi waxaan ma raadinayn, waxay iga ahayd un keliya nebiga markuu yidhi alqawiyu alamiin taa un haseegin bay iga ahayd. Waxaa kaloo haddana aan ka qaadanaynaa cudurkan taacuunka ah koronaha magac kasta la siiyo X4 X6 hanoola dhaho maalma mid hanoola keeno business hagal wuxuu doonaa waxa noqda cudurka kan. Nabiga sallallahu calayhi wasallam markii uu toojiyay saxaabada rasuulullah sallallahu calayhi wasallam waxay ahayd qofkii jooga meel uu cudurka ku dhacan waa inuusan kasoo bixin, qof dibadda ka joogan waa inuusan gelin. Markii ay culimmadu ay yidhaahdeen la gartay qofka in la yidhaahdo ha gelin meel uu taacuun ka jiro ama korona ka jiro, waa la gartay. Laakiin qofka meesha jooga waa usoo baxaya. Waxayna qofka bini aadamka ah waa laamid wey in qof immunity systemka difaaca jirkiisa uu xoog badan oo markiiba iska caabiya cudur waxba aanu ka tegin, iyo qof markiiba jirkiisa difaaciisa uu daciif u yahay cudurku markiiba uu ladado, dadku waa laba wey. Marka kan jirkiisu ama immunity systemka ku jira jirka difaaca uu aad iyo aad u xoog badan, waxaa laga yaabaa isaga waxba ma yeelayo, laakiin cudurka jirkiisa ku jira markuu dibadda usoo baxo wuxuu asiibi karaa dad kale oo immunitygooda marka daciif yahay. Saa darteed nabigu yiri meesha ka soo bixin. Waana waxyaabaha maanta ay ku guuleysteen markii China uu ku bilowday, meelahan uu ku bilowday, waxaa la isticmaalay systemkaas xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam. Iyagu nooma sheegaya Dr. John baa yiri ku leeyihiin, laakiin systemka uu nabigu adeegsaday. Nabigu marka bio chemistry kuma takhasusin, tabiib ma ahayn, laakiin waxaanu dhan min alwaxy. Waxaa kaloo laga qaadanaya haddana in maadaama Cumar bin Khataab tabcan isagu ijtihaadkiisa ahayd, Abu Cubayda oo soo dhaqaaq markuu la ijtihaadkiisa bay ahayd, laakiin Abu Cubayda go'aanka uu qaatay. Taana waxaa iyadan laga faa'iidaya caasinta uu caasiyey ma ahayn mid khilaafsan diinta, khilaafsan maaha. Wuxuu ka fakeray adoo amiiru lmu'miniina in keliga aad naf jeclaysatid oo dadkii aad hogaamiya ahayd meel cidlaha kaga dhaqaaqdo wax laga wanaagsan, maxay noqonaysa ciidanko dhan isla soo baxaan, lasoo wada guro, lasoo wada baxo. Taana meeshi waxaa imaaneysa booskii inuu marka maraado. Taana waxay ka mid tahay mowqif aad iyo aad marka ahamiyadiisa u leh. Jacaylka nebiga u qabeen waa aragtay halkaasay ku ilka waayayaan. Mar walba waxaa horeeya nebiga sallallahu calayhi wasallam, waana sidii Ilaahay u sifeeyey oo qur-aankan uu ku yiri ma aragtay inay Ilaahay rasuulkiisa jecel yihiin. Waana sifadii runtii uu mutaystay in lagu tilmaamo Abu Cubayda. Wa ilaahuna wabillahi tawfiq.